حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. كما نعلم حاليا أن القمر الصناعي ضوء واحد يدور في الفضاء ويقوم بمهامه في جمع البيانات حول أشعات جاما والتي صمم لرصدها. هل تحدثنا عن ما يقوم به الفريق المعني الآن بإدارة قمر ضوء واحد؟ السلام عليكم جميعا. يتولى الفريق طبعا حاليا مسؤوليتين رئيسيتين. أولى تلك المسؤوليات تتمثل في مراقبة صحة القمر الصناعي ضوء واحد من خلال تتبع بيانات الرحلة بشكل مستمر. ثاني مسؤولية هي جمع البيانات حول أشعة جاما الأرضية ومعالجتها وتنقيتها للحصول على بيانات سليمة يتم الاستناد عليها لتقديم عدد من الدراسات العلمية مثل رسم خرائط لمناطق تواجد أشعة جاما الأرضية وتحديد مستويات شدتها ودراسة تأثيرها على هياكل الطائرات وأجهزتها الإلكترونية وصحة الإنسان داخل الطائرة وفي الغلاف الجوي للأرض. نعم دكتور، ضوء واحد يعني مثل الخطوة الأولى في سبيل يعني دخول مملكة البحرين إلى مجال الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعني هل نتعرف أكثر على الخطوة المقبلة؟ بالتأكيد تم الإعلان خلال شهر أغسطس الماضي عن بناء الهيئة حاليا لقمر صناعي بحريني جديد والذي سيحمل بمشيئة الله عدد من الابتكارات البحرينية، ومن أبرزها أنه سيكون الأول من نوعه في المنطقة الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور الفضائية قبل إرسالها للمحطات الأرضية. كما سيحمل بمشيئة الله ابتكار لضمان الأمن السبراني الفضائي، وهذا طبعا يشكل نقلة نوعية في جهود تأسيس قطاع فضائي بحريني مستدام بإذن الله. نعم سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك.